أن وفق بفضل الله وهمة الرجال في أداء مهمته المقدسة الأولى المتمثلة في تأمين الحوزة الترابية للوطن ودحر كل من تسول له نفسه النيل من سيادة البلد وأمن مواطنيه. اتجه الجيش الوطني في الأعوام الأخيرة إلى تنفيذ سياسة الأركان العامة للجيوش في جانبها الإنمائي الذي يكرس دور المؤسسة العسكرية في رفع القدرات العلمية والتعليمية لأبناء الوطن من خلال فتح الأكاديميات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحديثة وتزويدها بأحدث صيحات التكنولوجيا العلمية خدمة لأبناء الوطن وفق معايير التميز والجدية والتفوق. وفي هذا السياق جاء إنشاء المدرسة العليا متعددة التقنيات الممولة كليا على نفقة الأركان العامة للجيوش ليشكل دعما قويا للمنظومة التعليمية في البلد من خلال المستوى الأكاديمي الذي تقدمه للطلبة المتميزين في امتحانات البكالوريا العلمية والرياضية. ومنذ إنشائها عملت المدرسة العليا متعددة التقنيات على تطبيق نمط دراسي أكاديمي نوعي يعتمد على توزيع الوقت الدراسي ما بين التدريب على مبادئ العسكرية الخفيفة التي تبني شخصية الطالب على الانضباط والسلوك العسكري المنظم من جهة وانتهاج برنامج تعليمي دقيق يعتمد على مقاربة خاصة تركز على تزويد مشاريع المهندسين هؤلاء بأحدث المناهج العلمية على مستوى العالم عن طريق إلقاء محاضرات متخصصة داخل المدرجات وتزويد الأكاديمية بشبكة معلوماتية تمكن الطلاب من الاطلاع على أحدث البحوث العلمية حول العالم. كما تلتزم إدارة المؤسسة بتنظيم حصص مراجعة يومية للطلاب قبيل النوم داخل السكن الجامعي الذي تم تشييده مؤخرا في المدرسة العليا متعددة التقنيات حرصا على راحة الطلاب عوضا عن الفندق الذي استأجرته الأركان العامة للجيوش لهؤلاء قبل اكتمال أعمال البناء في هذا المركب السكني الفاخر. وفي سياق متصل تتولى المدرسة العليا متعددة التقنيات منذ إنشائها وحتى اليوم تقديم خدمات إعاشة متميزة للطلاب داخل المؤسسة بالإضافة إلى توفير منح مالية شهرية معتبرة تشجيعا للدارسين فيما يتواصل نهج الإصلاح داخل هذه المعلمة العلمية يوما بعد يوم. تعليمات سامية من القيادة باشرت المدرسة العليا عند إنشائها سنة 2011 تنفيذ مهامها بوسائل متواضعة خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية والكوادر المؤهلة لأن ذلك لم يقطع حجر عثرة أمام تقدم المدرسة بتأدية مهامها بل على العكس كان محفز مضاعفة الجهود والمثابرة وهو ما يتجلى بما حققته حتى الآن من إنجازات ملموسة على كل المستويات وعلى مستوى البنية التحتية فقد أنجزت المدرسة حتى الآن ما يمثل 70% من متطلباتها في هذا المجال حيث تتوفر الآن على مجمع علمي يفي بحاجات المدرسة من قاعات الدرس مدرج يتسع لأكثر من 200 فرد بالإضافة إلى مجمع سكني 90 غرفة ومجمع ترفيه ومطاعم بسعة 300 مقعد. أما 30% المتبقية لمجال البنية التحتية فهي قيد الإنجاز ومن المتوقع أن تصبح جاهزة قبل نهاية السنة الدراسية الحالية وتشمل فندق سكن إضافي سعته 60 غرفة ومقر قيادة كاملة واثنين عريش ومسجد سعته 300 مصلي ومستوصف من 6 غرف إضافة لاستصلاح باحة المدرسة. أما فيما يخص التجهيزات الخاصة بالمنشآت العلمية فهي قيد الإنجاز والمقرر أن يتم إنجاز 10 مخابر كاملة التجهيز عدة ورشات كاملة ميكانيكية وكهربائية للأعمال التطبيقية. أما فيما يخص مخابر معلوماتية فقد تم إنجازها وبالفعل وهي بعدد 3 مخابر تعمل بها.
ودائما في إطار جهود الأركان العامة للجيوش الرامية إلى دعم المنظومة التعليمية في البلد، سجلت الثانوية العسكرية بنواكشوط نجاحا غير مسبوق فيما يتعلق بتأهيل تلامذة المستوى الإعدادي والثانوي الذين حظوا بالفوز في المسابقة الثانوية للدخول إلى المدرسة، حيث تمكنت المدرسة من تحقيق نسبة نجاح بلغت 100% في العام الدراسي المنصرم بفضل بث روح المثابرة والجدية في صفوف التلاميذ الذين يتلقون إلى جانب دروس المقرر التعليمي تدريبات عسكرية مبسطة تزرع في البراعم المستهدفين قيم الانضباط والمسؤولية والعقيدة الوطنية المستوحاة من السلوك العسكري. دعينا استعرضوا بعض الإنجازات الثانوية خلال السنة الماضية، مثلا نظام التعليم عن بعد، قاعات مجهزة للنظام عن التعليم عن بعد، منها مسجد، منها منامات جديدة، تحسين المختبر. الإنجازات الملموسة في الثانوية العسكرية شبت عن طوق التحديد أو الحصر، إلا أن الجديد لهذا العام هو اعتماد تقنية التعليم عن بعد الذي يستخدم لأول مرة في التاريخ العلمي للبلد داخل هذه المؤسسة، ولضمان شمولية التعاطي مع هذه التقنية الحديثة تم تزويد 7 قاعات في الثانوية بالتقنيات الضرورية للاستفادة من هذه الثورة العلمية، كما تم إيفاد طاقم من المدرسين إلى الخارج للتخصص في هذا المجال. وعلى صعيد آخر زودت الثانوية العسكرية بمختبر يعد الأحدث من نوعه في البلاد لتمكين الطلاب من إجراء التجارب التطبيقية في المواد العلمية. مختبر الأي من شأنه يقرب المعلومات التطبيقية للتلاميذ بعد تلقيهم الدروس النظرية، وتفاصيل أكثر عن المختبر لنحيل الكلمة للمسؤول عن المختبر ودي يعطيكم شرح وافي عنه. المختبر دور مهم، هو الطالب في الفصول يتلقى دروس نظرية بحتة ويجي لمختبر هنا ياك تعميق في المعلومات العلمية، يشاهد ظواهر فيزيائية وكيميائية تنقال له نظريا في القسم، ويجي هنا تيا في المختبر وتنعتم مشاهدات بسيطة، تجارب تعدل والله مشاهدات مثلا على سبيل المثال يقولوا ان التيار الكهربائي عنده قوة، والله التيار الكهربائي عنده اتجاه نعتها له، شوفوا في نقالوا في القسم وشاهدهم، والله نقولوا الخلية انها ما تنشاف بالعين المجرد تنشاف لها عن طريق المجهر ويجيهم ويشاهد. كل ذلك تجسيدا لسياسة الأركان العامة للجيوش الرامية إلى الوصول بالعملية التربوية في البلد إلى بر الأمان. الثانوية العسكرية ندرك أبعاد مهمتنا ولن ندخر أي جهد في سبيل الرفع من التعليم على مستوى الثانوية العسكرية وتأدية الواجب المنوط بنا من طرف الأركان العامة للجيوش، ألا وهو النهوض بمستوى التنمية البشرية على الصعيد الوطني. يا جيشنا الوطني تعيش، يا جيش تعيش مرفوع الراس تعيش كريم العيش، يا جيشنا الوطني تعيش، يا جيش تعيش مرفوع الراس تعيش كريم العيش، يا جيشنا الوطني تعيش، يا جيش تعيش مرفوع الراس تعيش كريم العيش. ومن التعليم إلى الصحة تتواصل مسيرة الإسهام الوطني للجيش في خدمة التنمية الشاملة، حيث مكن وجود إدارة خاصة بالصحة في القوات المسلحة الوطنية وقوات الأمن من إعادة ترتيب أوراق المنظومة الصحية العسكرية في البلاد سبيلا إلى ضمان تقديم خدمات أكثر إيجابية للمواطن أينما كان وحيثما كان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لقد تم استحداث المديرية العامة لخدمة الصحة للقوات المسلحة وقوات الأمن سنة 2011 لغرض توحيد المصالح الطبية على مستوى الجيش، الدرك، الحرس، التجمع العام لأمن الطرق والشرطة الوطنية، وهي مكلفة بضمان الدعم الطبي الضروري في زمن السلم والحرب لأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن ولأسرهم وللأفراد الذين يتمتعون بذلك الحق. من أجل إنجاز هذه المهمة تم تجمع الموارد البشرية واللوجستية لمختلف هذه القطاعات ووضع برنامج شامل لتشغيلها وضمان
مشاركتها بصفة فعالة وذات مردودية. ويشمل هذا البرنامج تكوين الأفراد والتوسع في مجال البنى التحتية، وضع خطة إنمائية لتلك الموارد وتطويرها بهدف تأمين الحصول على عدد من الأخصائيين الأطباء والممرضين كما ونوعا في أفق 2019-2020 بما يضمن الرفع من مستوى الخدمات الطبية التي تحرص على أن توجد أينما وجد أفراد القوات المسلحة قوات الأمن على مستوى التراب الوطني وخارجه. ومن حيث الإنجازات على سبيل المثال للحصر، تم إنشاء المدرسة العسكرية لأعوان الصحة، مركزين صحيين على مستوى الدرك والتجمع العام لأمن الطرق والأشغال جارية في المراكز الصحية على مستوى الحرس الوطني وإدارة الأمن، وإنجاز مستشفى متنقل للظروف الاستثنائية مدنية وعسكرية. هناك خطة إنشاء مراكز صحية على مستوى القيادات الجهوية على جميع التراب الوطني. يا جيشنا الوطني تعيش، يا جيش تعيش مرفوع الراس تعيش كريم العيش. يا جيشنا الوطني تعيش، يا جيش تعيش مرفوع الراس تعيش كريم العيش. وفي هذا الإطار مكن إنشاء المدرسة العسكرية لأعوان الصحة التابعة للإدارة العامة للصحة في القوات المسلحة الوطنية وقوات الأمن بالأركان العامة للجيوش، مكن إذن من توفير مقدرات هائلة كانت تصرف في الماضي على تكوين الأطباء والممرضين بالأسلاك العسكرية والأمنية خارج الوطن، وتوظيف جزء من هذه المقدرات في تشييد أكاديمية طبية تخرج دفعات من الممرضين والفنيين المتخصصين في المجال الاستشفائي. تجسد هذه المدرسة رغبة الأركان العامة للجيوش في الرفع من مستوى الخدمات الصحية للعسكريين وأفراد أسرهم والمواطنين بصورة عامة. نأمل مستقبلا في تلبية الاحتياجات الصحية للقوات المسلحة وقوات الأمن وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال تكوين أعوان الصحة من ممرضين وتقنيين عاليين. يا جيشنا الوطني تعيش، يا جيش تعيش مرفوع الراس تعيش كريم العيش. يا جيشنا الوطني تعيش، يا جيش تعيش مرفوع الراس تعيش كريم العيش. يا جيشنا الوطني تعيش، يا جيش تعيش مرفوع الراس تعيش كريم العيش. المستشفى العسكري بنواكشوط صرح طبي متميز استطاع بكوادره المتخصصة وبمعداته الفائقة الجودة وبالروح المهنية العالية والسلوك الإنساني اللذين تتحلى بهما طواقمه الطبية أن يحقق نجاحا باهرا في تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية وتقديم خدمات استشفائية على أعلى مستوى لأفراد المؤسسات العسكرية والأمنية وعوائلهم والمواطنين بشكل عام. كما يلاحظ بشكل واضح تحول المستشفى العسكري إلى ورشة عمل متواصل يوما بعد يوم لتوسيع أجنحة المستشفى حتى تتلائم مع حجم الإقبال المتزايد على الخدمات العلاجية التي يقدمها للنزلاء، إضافة إلى الاقتناء الدائم لأحدث الأجهزة والمعدات الطبية سبيلا إلى رفع وتحسين المستوى الخدماتي لهذا الصرح الطبي. خلال السنة الأخيرة حدثت تطورات نوعية على مستوى خدمات المستشفى العسكري، منها تجهيز غرفة عمليات المسالك البولية بالنواة والتطوير في مجال معالجة الأمراض الباطنية وتوسيع البنية التحتية. أذكر بأن مهمتنا الدائمة هي التغطية الصحية لأفراد قوات المسلحة وقوات الأمن. هذه الخدمات أصبحت أيضا تشمل المدنيين كذلك بنسبة 80%. يا جيشنا الوطني تعيش، يا جيش تعيش مرفوع الراس تعيش كريم العيش. يا جيشنا الوطني تعيش، يا جيش تعيش مرفوع الراس تعيش كريم العيش. يا جيشنا الوطني تعيش، يا جيش تعيش مرفوع الراس تعيش كريم العيش.
وسعيا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال صناعة الملابس والبزات العسكرية. عملت الأركان العامة للجيوش على دعم مؤسسة تصنيع الملابس بالوسائل الضرورية للعب دورها الأساسي في توفير احتياجات المؤسسات العسكرية والأمنية بالبزات العسكرية من خلال توفير أجيال من الماكينات الحديثة القادرة على مضاعفة الإنتاج في وقت قياسي، حتى يتمكن من التعامل مع الشركاء الخصوصيين كمؤسسة تصنيع عملاقة ورائدة في مجال تصميم وصناعة الملابس الجاهزة بأحدث التقنيات. وفي إطار سياسة الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر هشاشة في الشعب والمنتهجة من قبل الأركان العامة للجيوش، عملت مؤسسة تصنيع الملابس في الأعوام الأخيرة على توظيف اليد العاملة النسوية بنسبة وصلت إلى قرابة 90% لهذا العام في سابقة من نوعها لاحتواء البطالة في صفوف المجتمع من جهة وإدماج المرأة في الحياة العملية من جهة أخرى. خلال السنوات الأخيرة بذلت مجهودات كبيرة من أجل تفعيل هذه الوحدة. هذه المجهودات تتمثل في تكوين الكادر البشري للمؤسسة، حيث تم تجديده بنسبة تقريبا 90%، وتم تجديد كافة المعدات للمؤسسة لأن المعدات القديمة لم تعد صالحة للاستعمال، وكذا توسعة المصنع حيث أنشئت ورشات جديدة ومسرحة للإعاشة ومخازن وعدة مرافق أخرى. المهمة الأساسية للمؤسسة هي تزويد كافة المؤسسات والقطاعات العسكرية وشبه العسكرية بجميع أنواع الألبسة، سواء كان ذلك بدلات القتال وبدلات العمل والأكسسوارات والملابس الداخلية وبدلات الرياضة إلى غير ذلك، وكذا المؤسسات العمومية من شركات وإدارات والمؤسسات الخصوصية إذا أمكن ذلك. المؤسسة عندها مهمة خاصة أخرى هي إنتاج وتوفير العلم الوطني على جميع التراب الوطني، ومن خلال هذه المهمة يسعى الجيش الوطني إلى تحقيق 3 أهداف. الهدف الأول هو هدف استراتيجي بامتياز، حيث هذه المؤسسة تمكن الجيوش من اقتناء جميع ملابسها في الدولة الموريتانية ولم تعود لها علاقة بالخارج لاقتناء هذه الملابس. الهدف الثاني هو هدف اقتصادي، حيث أن المؤسسة ستشارك في توسعة النسيج الصناعي للبلد وستحد من تصدير العملات الأجنبية إلى الخارج، هذه العملات التي كانت مستخدمة لاقتناء الملابس. والمهم الهدف الثالث هو هدف اجتماعي، حيث هذه المؤسسة ستساهم في جهود مكافحة البطالة، وهي الآن توظف عدد كبير من المدنيين الذين تم اكتتابهم، وخصوصا توظف العنصر النسوي الذي يشكل نسبة تقريبا 90% من الكادر البشري للمؤسسة. مستقبلا يتوخى من المؤسسة تحقيق الاكتفاء الذاتي في ميدان الألبسة ومستلزماتها لجميع الهيئات العسكرية والمدنية كما قلنا، والمساهمة في النهضة الصناعية للبلاد، وكذا توفير المزيد من فرص العمل وتوظيف اليد الماهرة. يا جيشنا الوطني تعيش، يا جيش تعيش مرفوع والراس تعيش كريم العيش. يا جيشنا الوطني تعيش، يا جيش تعيش مرفوع والراس تعيش كريم العيش. يا جيشنا الوطني تعيش، يا جيش تعيش مرفوع والراس تعيش كريم العيش. وعلى مستوى ترقية الخدمات العمومية المقدمة لأفراد القوات المسلحة الوطنية، عملت الأركان العامة للجيوش على إحداث ثورة عمرانية نادرة فيما يتعلق بتشييد الفنادق والصروح السكنية اللائقة باستضافة الضباط السامين وتوفير خدمات نوعية خاصة بهؤلاء تليق بمن يقدمون النفس هدية في سبيل الوطن. يا راية النصر رجال الأبطال، يا تاج الفقر يا حلم الأجيال، يا رب تحدي لكل محتال، يا روح الوحدة وراحة البال، في أيام الحر حملت الأثقال ورفدت البحر وطلعت لجبال، واجهت الروب ودخلت فهوال، نيران الحرب ساحة القتال. يا جيشنا الوطني تعيش، يا جيش تعيش مرفوع الراس تعيش كريم.
هكذا إذن ومن خلال كل ما تقدم يتزايد الدور الريادي للجيش الوطني في دعم التنمية الشاملة للبلد يوما بعد يوم وعاما بعد عام. الشعب معك بدون جدال، الله يراك يا جيش الأبطال. يا جيشنا الوطني تعيش